السلام عليكم اختي كيما راكم تشوفوا لهنايا كي قلعنا الموتور قلعنا له لا كيلاس لي بيستون صوالح هذوك كاع النيسيسير تاعو نشوفوا لهنايا السبب اللي كانوا لي سيغمون يطلعوا الزيت نشوفوا هنايا الداخل كانوا نديروا في الفحص هذو لي ريور هذو لي ريور شوفوا الزيكات هذو هذا الزيكات هذو اللي في الشميزات هذا الزيكات معناتها لهنايا هذا البلوك لازم له يتعاود يتاليزا عند التورنر وهذا الفيبروكا هو بريمير كوت الشميزة عفوا الشميزة بريمير كوت دوك كي ندو عند التورنر لازم يخرجها لنا الدوزيام كوت كما تشوفوا هادو هما اللي يخلو الزيت تطلع ميم كون نديرو نركبو لي سيغمون جدد يوقع لنا نفس المشكل يمشي لنا شهر شهرين يعاودو يتاكلو لي سيغمون يتاكلو يعاودو يطلعو لنا الزيت ومن طون نغتنم الفرصة باه نبدلو الجوانطوريك تاع الفلبرك ها مادام حليناه نبدلوه هذا من باب الصيانة هذا على ما يبدو رانا نشوفوه راه يابس شوي معناتها كي راه يابس يخلي الزيت تهبط شوفو هنايا من قبل شوفو هنا المحرك لهنايا الزيت اللي راهي متواسي عليه هنايا سايلة السبب تاعو هذا والسلام عليكم.